الشيخ بوراي ونسق برنامج باسك بسوسة. كيف يقولوا برنامج باسك مكتب سوسة، أي هو معناته يشرف على ولاية سوسة، ولاية مستير، ولاية مهدية، ولاية قروان، ولاية صفاقس. كنت قدمنا مشروع باسك. مشروع باسك هو مشروع دعم المجتمع المدني، أي يعني معناتها نحن نحب نلقى، هو معناتها الهدف الأساسي معناتها وجود حلول جذرية وعميقة لمشاكل محلية عبر علاقة تشاركية بين أعضاء المجتمع المدني وأعضاء الإدارة التونسية. صح، في هذا الإطار دونك تنزل المشروع هذا، مشروع الكيوسك التحسيسي في جزيرة قوريا لأهمية السلحفاة البحرية. والله يا مش أقول لك حاجة، معناتها بالنسبة لجمعية أصدقاء مدينة الشابة، أحباء مدينة الشابة، سمحني فاندو الشاب بالسوري، نتابع فيك من شهر مارس اللي فات، معناتها كنت معاكم في ندوات علمية، كنت معاكم معناتها في أيام تحسيسية، جينا 3-4 مرات من الكوريا، جيت بحثكم الشابة، والحقيقة معناتها جمعية اللي بكل صدق نتبع فيها وهي تتبع في البرنامج كيف نتواصلوا مع بعضنا. لو خيال معناتها أعضاء الجمعية دي ما يجيوا للمكتب في سوسة، إذا كان في دورات تكوينية أو إذا كان في أيام معناتها عمل دونك حق جمعية ناشطة، أعضائها ناشطين، وكل مرة معناتها ديما يجيبوا جديد، وكل مرة معناتها يفاجئوني بحاجات صار، وإن شاء الله ديما تتواصل هكا. راضي على المشروع هذا؟ بطبيعة الحال كيفاش مش راضي، معناتها لازم نكونوا كان راضيين على المشروع هذا. فما دوتر بيرسبكتيف، دوتر بروجي في الأفنير افيك لاسوسياسيون، فما نخدم على مشاريع إن شاء الله معناتها نحكي عليها في الوقت المناسب.